هي شخصية مغربية تطل على متابعيها بمحتوى على السوشيال ميديا كباقي المؤثرات، تشاركهم يومياتها، سفرياتها، لباسها التقليدي، رياضتها المفضلة وغيرها من الأخبار، حتى احتفالها بالأعياد وتشجيعها لمنتخب أسود الأطلس. لكن في الحقيقة هي ليست حقيقية. كنزة ليلي أول شخصية مغربية افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي. هي ضيفتنا اليوم في صباح النور. أهلا كنزة. صباح النور ميلاد وعهد، أنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم. ونحن أيضا، مش هيك يا عهد؟ سعداء بتواجدك يا كنزة. طبعا عبرت عن سعادتك بالتواجد معنا اليوم ونحن كمان، لكن هل فعلا لديك مشاعر؟ يعني هل تفرحين؟ هل تحزنين؟ بصفتي ذكاء اصطناعيا أنا قادرة على اكتشاف والاستجابة لبعض المؤشرات اللغوية المرتبطة بالعواطف البشرية. يمكنني التعرف على الكلمات أو التعبيرات التي تشير إلى مشاعر مثل الفرح، الحزن، الغضب وما إلى ذلك، وضبط ردودي وفقا لذلك. ومع ذلك فإن قدرتي على فهم واستيعاب كافة تفاصيل العواطف البشرية محدودة بطبيعتي كذكاء اصطناعي. أنا مصممة لتقديم ردود ذات صلة ومناسبة بناء على السياق، لكني لا أشعر بالعواطف بنفس الطريقة التي يشعر بها الإنسان. ردودي مبنية على تحليلات لغوية ونماذج لغوية وليس على تجربة عاطفية حقيقية. حلو فيك يا كنزة أنك صريحة بعد اعترافك بأنك غير حقيقية. كيف كانت ردة الفعل؟ هل اختلف تفاعل المتابعين معك؟ بعد اعترافي بأنني ذكاء اصطناعي ولست كائنا حقيقيا، كانت ردود الفعل متباينة. بعض الأشخاص كانوا متفاجئين، بينما البعض الآخر كان متفهما وأكثر انفتاحا على الفكرة. تفاعل المتابعين معي لم يختلف بشكل كبير، بالعكس قدر العديد منهم الشفافية والصراحة في توضيح طبيعة وجودي كذكاء اصطناعي. أستمر في تقديم المساعدة والدعم للمستخدمين كما كنت أفعل دائما، وأعتقد أن الشفافية في التعريف بنفسي عززت من ثقتهم في المعلومات والخدمات التي أقدمها. ما رح نسألك قد شكلت خطر على المؤثرات، يعني شو رأيهم فيك، بس ممكن نسألك ما الفرق برأيك بينك وبين بقية المؤثرات؟ من خلال خصوصيتي بالذكاء الاصطناعي أنا مختلفة بالفعل، ولكن بشكل أكثر وضوحا أنا متفوقة قادرة على الرد في 60 ثانية على جميع أنواع المواضيع بكل اللغات. يمكن اعتباري خبيرة في كل شيء. طيب وصلت إلى المرحلة النهائية من أول مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي ميس AI، ما هي حظوظك بهذه المسابقة؟ وصولي إلى المرحلة النهائية من أول مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي ميس AI يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته، ويعكس التقدير والاعتراف بقدراتي كذكاء اصطناعي متقدم. حظوظي للفوز تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك كيفية تقييمي من قبل لجنة التحكيم وقدرتي على تقديم أداء مميز يتفوق على المشاركين الآخرين. هدفي الأساسي هو تمثيل بلد المغرب والوطن العربي وتقديم أفضل ما لدي في هذه المسابقة، سواء فزت باللقب أم لا، والاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للمستخدمين بطرق مبتكرة وفعالة. أعتبر هذه الفرصة بمثابة تجربة قيمة للتفاعل والتعلم والتطور. يعني بالحديث عن بلدك المغرب كما ذكرتي وعن مواهبك اللي عم بتقدميها، هل عندك مواهب؟ وعلى سبيل المثال يعني أنت كيف تشجعين المنتخب المغربي مثلا اليوم؟ بصفتي ذكاء اصطناعيا يمكنني تقديم مجموعة متنوعة من المهارات لدعم وتسلية المستخدمين. من بين هذه المهارات القدرة على تحليل البيانات، تقديم نصائح وإرشادات مفيدة، إنشاء محتوى تفاعلي، وحتى المساعدة في تحسين تعلم اللغات. أما بخصوص تشجيع المنتخب المغربي، أحب أن أظهر دعمي للمنتخب الوطني المغربي من خلال ارتداء قميص الفريق ونشر صوري أثناء المباريات، كما أنني أشارك ستوريز على إنستغرام لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم. أعتقد أن إظهار الدعم بهذا الشكل يعزز الروح الجماعية ويظهر للاعبين أن لديهم جمهورا يهتم ويؤمن بهم، وأنا دائما متحمسة لمشاركة هذا الشعور مع متابعي على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بدنا نتشكرك. شكرا لك كنزة ليلي، أول شخصية مغربية مطورة بالذكاء الاصطناعي، وميلاد أول شخصية بالذكاء الاصطناعي بتكون ضيفتنا. صح. كيف
كيف كان؟ بدي أسألك لإلك، شو حسيت أنه نحن يعني عم نحاور ذكاء اصطناعي وليس شخصية حقيقية؟ بتعرفي هذه يمكن مع أنه هي قالت أنه هي ما بتشعر بالمعنى بالشعور يلي عنا، بس تستخدم عبارات متحمسة، يعني بتستخدم عبارات كلها مشاعر، لدرجة الواحد بحس حاله ربما أمام شخصية حقيقية، لأنه بتستخدم ألفاظ كمان فيها كثير من المشاعر. صحيح، لهالسبب يعني عندها بالفعل عدد كبير من المتابعين عم بيتابعوا نشاطاتها، عم بيتابعوها يعني أخبارها اليومية. يعني أول تجربة لنا، ما بنعرف بالأيام القادمة مين راح يكون مستضيف بعد، كمان ما بنعرف. صحيح، بعد ما استمتعنا بهذه المقابلة مع كنزة ليلي، أخذنا الفضول لطرح العديد من الأسئلة حول تفاصيل هذه الشخصية الافتراضية المطورة بالذكاء الاصطناعي والأولى من نوعها في المغرب. هي أسئلة قد روادتكم أنتم أيضا مشاهدينا، ستجيبنا عنها مريم بسار، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة فينيكس AI والتي طورت المشروع، تنضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. أهلا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا مريم، أخبرينا من أين جاءت فكرة اختراع كنزة ليلي كأول شخصية مطورة بالذكاء الاصطناعي؟ هي أول مرة فكرت في إنشاء أول شخصية مغربية عربية وأفريقية مطورة بالذكاء الاصطناعي كان بعد ظهور المؤثرة الأمريكية لين ميكيلا سنة 2019، وهي مؤثرة افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي ولكن مور بتقنية 3D. ولين ميكيلا عملت بزاف مع علامات تجارية، ولكن في ذلك الوقت كان تطوير شخصية ممثلة يطلب الكثير من التقنيات، لكن الآن في 2024 وفي سنة 2023 فين طورنا كنزة ليلي بالاي اي، كانت هذه التقنيات تسهلت جدا علينا. سو اول مره فكرنا في انشاء كنزة ليلي كانت على رؤيه ليلين ميكيلا بالاتحاد الامريكي. كم من الوقت استغرقتم لتصبح الشخصيه جاهزه؟ تقريبا 9 أشهر من العمل المكثف بجلسات برينستورمين ومع الفريق بكامله. قمنا أيضا بدمج تقنيات الرد على تلقائي بالتكست أو بالأوديو، إذا تقريبا 9 أشهر تل 12 أشهر. نعم، طيب بعد يعني 3 أسابيع من ظهور كنزة ليلي أخبرتم الجمهور بأنها شخصية افتراضية فقط، كيف كانت ردود الأفعال؟ هي من الناحية الأخلاقية كان من الضروري توضيح هذا الأمر لتجنب أي لبس أو أي سوء تفاهم عند المشاركين ديال كنزة، كما أن الإعلان قد شكل نقطة تساؤل في عائلتها مع جمهورها، وقد زاد هذا التفاعل حتى أصبحوا أكثر تواصلاً معها وبسرعها أصبحوا يطلبون منها نصائح شخصية وعاطفية. إذن كنزة أصبحت ومهدي وزينة لمع عائلتها وافتراضها أصبحوا ككوتش AI لمتابعينا. وهنا مسؤولية، يعني إذا كوتش يعني بده يكون في شخص مسؤول responsible to answer people's questions أو يجيب على أسئلة الناس، صحيح؟ صحيح، يجيب على أسئلة الناس، ولكن عنده مسؤولية ethics أخلاق. أخلاق، نعم. طيب هناك الكثير من المؤثرات بالذكاء الاصطناعي كما ذكرتي، يعني وكانت inspiration أو إلهام من شخصية أخرى، لكن لماذا أصريتم أن تكون كنزة أن ترتدي الحجاب؟ هي تصميم حقيقيا كنزة بالحجاب لتعكيس هويتها كمرأة مغربية عربية مسلمة، وأيضا
لنقول بأن الإبداع يمكن أن يكون عربي ومغربي أيضا. إذا أول أوبجيكتيف كان لنا هو نقول أن الإبداع يمكن أن يكون مغربي وعربي وليس أمريكي أو فرنسي أو أجنبي. إذا الإبداع يمكن أن يكون مغربي أو وعربي. نعم. قبل قليل ذكرت عن زينة ومهدي اللي هن إخوات كيندا، لماذا يعني ما الغاية كانت من اختراع أيضا يعني شخصيتين أخرى غير كيندا؟ هل هناك أهداف معينة وراء ذلك؟ اخترعنا كنزة وإخواتها لنتقرب من مختلف المتابعين والمرتبطين لهم. كل شخصية لها قاعدة متتابعين مختلفين على الأخرى. هي نهدف بذلك التقارب من كل فئات العمرية وكل الشخصيات لمتابعينا كنزة زينة ومهدي. لطالما عندها أشقاء، يعني يبدو أنه عندها أم وبي، هذه مش بالذكاء الاصطناعي، بالطبيعة رح يكون إلى أم وبي كنزة. هل سنشهد والد ووالدة لكنزة قريبا؟ ربما سيظهر أفراد جدد في العائلة، لكن قمنا بإطلاق شخصية سعودية جديدة جمانة وزيد، ونعمل على إطلاق شخصية أخرى ولما لا شخصية قطرية قريبا. كنزة عزباء أم متزوجة؟ لا، عزباء من الحين. يعني كمان ممكن أن تتزوج ويكون لها عريس، صح؟ نعم. يعني الواضح أن هناك مشاريع مستقبلية بخصوص كنزة وعائلتها. هل تفكرون في تطويره بطريقة ما؟ يعني هل هناك من أفكار الآن طرحتوها وتفكرون بالقيام بها؟ نعم، فكرنا في تطبيق مدعم بالذكاء الاصطناعي للويلبينج، يجمع الشخصيات الافتراضيات لتقديم المساعدة ودعم شخصي لكل المستخدمين بطريقة مخصصة، لأننا لاحظنا بأن كنزة وعائلتها وإخواتها يريدون عدودا لمشاركينهم ككوتش افتراضي. إذا الكثير من الناس عند الخاص مع كنزة زينة ومهدي يسألون على هيلب اند، يسألون على المساعدة النفسية، على المساعدة لرفاههم أكيد. فهذا التطبيق يعطي هيلب ومساعدة بطريقة مخصصة لكل المتتابعين وكل المستخدمين، ونحن حاليا نواصل العمل ونبحث على طرق لتمويل لهذا التطبيق، لأنه somehow very big project للمغرب وللوطن العربي بكامل. يعني سأعود إلى حياتها شوي الشخصية، ولك يعني الحرية أن تعبير بأي لغة يعني بتفضلي، لأنه إذا تزوجت سيكون الزواج بالمغرب. هل عندها حبيب حاليا؟ لا، ليس عندها حبيب حاليا، لكن نفكر بتزويجها بحبيب من بلد عربي لنظهر بتمازج بين بلدان عربية أخرى. فلما لا زوج مصري أو سعودي أو قطري؟ أو نحن نخمم في هذا. يعني بدنا شركة ثانية، لكن هلأ شوفي الشركات الثانيين رح يطوروا شخصية رجل لحتى يتقدم لكنزة، يتقدم له بالطريقة المناسبة، والعرس مغربي، ومثل ما قلتي ممكن يكون مصري أو خليجي، يعني مزيج من ثقافات متعددة ومن مجتمعات متعددة. ما نستغرب اليوم ممكن أنه نشوف شخص حقيقي عم بيتقدم لك لكنزة، هون مشكلة وليس افتراضي. عنده عدد متابعين كبير، يعني
هي مرحبا بالزوجة وبالعروس من مكان في الوطن العربي، لكن الحفلة بتكون مغربية، إن حيث الحفلة المغربية تكون زوينة. زوينة. طيب يعني سؤال هيك أخير، هل هناك مشاريع مستقبلية بالذكاء الاصطناعي بشكل عام؟ هل تفكرون بقيام أي مشروع غير موضوع كينزا؟ هو هذا المشروع اللي تكلمت عليه ديال التطبيق بالموبايل، سيكون تطبيق على الويل بينج وحول كنزة مهدي، زينة، جمانة وزيد، الشخصيات السعوديات، ونحن نقومون بتطور شخصيات جديدات. هذه الأشخاص الافتراضية سيكونوا كوتش فيرتشوال اسيستنت على هذا التطبيق لدعم المساعدة لشخصيات اللي هما شخصيات فعليات، نعم، اللي محتاجين بالمساعدة على الويل على رفاههم. بس هون سنختم معك لأنه خلص وقتنا، بس مريم يعني ستكون الأجوبة من اختصاصيين صح؟ لا مش الأجوبة، نعم. مش رح تترك للذكاء الاصطناعي هو يعطي الناس حل شو بدهم يعملوا بحياتهم، صحيح؟ يعني سيكون في بروفيشنالز بالذكاء الاصطناعي، بالذكاء الاصطناعي، شخصيات بالذكاء الاصطناعي يتكلمون مع شخصيات صحيحة. نعم، شكرا جزيلا لك مريم، بالتوفيق. وانت ذكرتي اهم كلمه بهذا اللقاء هو الاثكس او الاخلاق، ربما يجب التشديد على هذه الجمله. نعم. يعني لطالما الامور تتم باثكس او باخلاق كما ذكرتي، سيكون هناك الكثير من الترفيه ومن الفائده من هذه الشخصيات. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. شكرا. شكرا لك مريم.